يسعد صباحك عفاف. يسعد صباحك يا سلمى. رمضان كريم ينعاد عليك وعلى عائلتك بالخير. وعلى أهلك يا رب. ينعاد عليك يا رب، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. رمضان كريم ونهار جديد ومحطات جديدة من صباحاتنا طبعا اليومية بخلال شهر رمضان، وفقراتنا المميزة يلي عم تكون معكم طيلة هذا الشهر مثل العادة ساعة ونص من الوقت، الضيوف واختصاصيين بمجالات متعددة وللشهر الفضيل ونصائحه طبعا حصة مميزة من صباحنا. غير أكيد كمان بالبداية بدي أشكر زهرتي قفطان على طبعا العبايات الحلوة يلي عم لبسنا إياها، وأطلالاتنا خلال الشهر الفضيل رح تكون كلياتها من زهرتي قفطان، شكرا لألون. وأكيد بدي أرجع وصبح عليك يا عفاف، صباح الخير. يسعد صباحك يا سلمى، صباح الخير لجميع المشاهدين من وين ما كنتوا عم تتابعونا. شهر رمضان هو شهر الخير، وكلنا بنستنى هالشهر اكيد لحتى نستغله بالصفات الحلوه والتقرب الى الله، وكمان الانسانيه، بنصير اكثر انسانيه واكثر روحانيه. بدي اتمنى لكم بهاليوم وبهالشهر تحقيق كل الامنيات اكيد، والخير والبركه. كونوا بخير من هون لبعد ما نرجع من الفاصل مشان تكملوا معنا باقي فقراتنا. يعني اللقطات اللي كنا عم نشوفها عفاف من الجوامع القديمة وهي الابتهالات بالذات بتذكرني بسوريا زمان، بتذكرني بالشام القديمة، بترجعنا هيك لحلاوة رمضان أيام زمان. نشكر طبعا حسان اللي دايما معنا، هو مونتيرنا بالصباحي، دايما بينقلنا هي الابتهالات الدينية الحلوة المميزة. وأكيد مثل العادة بنبلش صباحنا وبروح لمعلومات جديدة يمكن البعض أول مرة عم بيشوفها والبعض بيعرفها، خلينا نتابع بهالتعلم. هل تعلم بأن الصيام بيختلف في كل بقعة من بقاع الأرض طبقاً لشروق الشمس فيها وغروبها؟ فجزيرة ألينا بارينو يلي بتبعد 1800 كيلومتر من جنوب تشيلي بتكون فترة الصيام فيها فقط من 3 إلى 4 ساعات. وهل تعلم بأنه من الطقوس يلي بيتبعها أهل نيجيريا هو استضافة فقير بكل يوم على مائدة الإفطار؟ وهل تعلم بأنه الصوم بيطيل عمر الإنسان لأنه يسهم في تنظيف خلايا الجسم من السموم، حيث أكدت التجارب الطبية بأنه الصيام أفضل ترياق للسموم المعوية؟ وهل تعلم بأنه العطش أثناء فترة الصيام بيسهم بتقوية الذاكرة وتحسين القدرة على التعلم؟ وهل تعلم بأنه أثناء الصيام لا يحدث تغير في حجم كرات الدم أو نسبة الهيموغلوبين، ولا تتأثر نسبة البروتين المهم في بناء الجسم ومناعته، وهو ما يحافظ على نشاط الجسم وحيويته أثناء الصيام؟ وهل تعلم بأنه بينشط الكبد أثناء الصيام، حيث يضطر الجسم إلى الاعتماد على الشحوم المختزنة فتتحول كميات هائلة منه إلى الكبد ليؤكسده حتى ينتفع بها الجسم؟ وأخيراً هل تعلم بأنه يقل إفراز العصارة المعدية أثناء الصيام، حيث يعتمد إفرازها على وجود طعام في الجهاز الهضمي فتبطئ حركة الأمعاء وتأخذ راحة ضرورية لتجديد نشاطها، كما أظهرت التجارب ضبط الصيام لحموضة المعدة الزائدة يلي بيعاني منها الكثير من الناس، وبالتالي بتقل فرص الإصابة بقرحة المعدة. ومن المعلومات الغريبة والمتنوعة واللي كنا عم نسمعها من شوية رح ننتقل لروزنامة التاريخ لحتى نتعرف على أبرز وأهم الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم. اليوم 14 آذار، بمثل هاليوم تسجلت كتير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بعام 1932 أصدر فيلم أولاد الذوات، وهو أول فيلم عربي ناطق. بعام 1978 عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. بعام 2004 إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا الاتحادية. بتاريخ 14 آذار شهد ولادة عدد من الشخصيات. بعام 1835 عالم الفلك الإيطالي جيوفاتي سيكيبارلي الذي اكتشف الكويكب هسبيريا 69 وقام بتسمية البحار والقارات. بعام 1864 الطبيب الألماني باول إيرليخ مكتشف عقار سيلفرسان، أول عقار لعلاج مرض الزهري.
بتاريخ 14 آذار شهد عدد من الوفيات، وكان من أبرزها بعام 1940 جابرييلا بوسانار، أول امرأة عملت في مجال الطب. رح نروح لأولى فقراتنا عفاف، وكلياتنا يعني دائما بنسأل شو لازم ناكل، كيف لازم ناكل، شو هو النظام الصحي المناسب بشهر رمضان المبارك. وبس تبلش الأيام الأولى الأغلبية بيعانوا من مشاكل متعددة، من التخمة، من عدم القدرة على هضم الأكل، وغير كتير من المشاكل اللي بترافق طبعا الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم. صحيح سلمى، وبالرغم من الكثير من الدراسات اللي أكدت على فائدة الصيام وصحته على الجهاز الهضمي وقديه بيكون بيخلصنا من السموم والعادات السلبية خلال يومنا والعادات الخاطئة يلي منتبعها كمان، وله صحة على صحة الجهاز الهضمي، وكيف ممكن إنه نتجنب هاي السلبيات بخصوصا بالأيام الأولى من الصيام من شهر رمضان. كثير من الأشخاص ممكن يعانوا من مشاكل هضمية بالجهاز الهضمي وبالأيام الأولى. كل هاي الأسئلة والاستفسارات ولحتى نتجنب المشاكل رح تجاوبنا عليهم الأختصاصية نورة مناسترلي، اختصاصية تغذية علاجية. يسعد صباحك. صباح النور. رمضان كريم عليك. رمضان كريم. بونجور سلمى، بونجور عفاف، رمضان كريم عليكم وعلى تيم الإخبارية السورية وعلينا جميعا، وإن شاء الله تكون هيك يعني شهر فضيل وشهر خير علينا كلنا. آمين يا رب. يسعد صباحك عن جديد. صباح دكتورة نور. خلينا نبلش مع حضرتك. بنعرف إنه الناس برمضان وقت تبلش صيام يعني أول يومين ثلاثة بيكونوا صعبين بشكل عام، لأنه الجسم عم يتغير عاداته بكلياته وبلش بقى تظهر مشاكل متعددة. ليش بتظهر هالمشاكل بالرغم من إنه نحن بنعرف إنه يعني الصيام هو بينقي الجسم من كتير من السموم؟ صح. هلا مثل ما بنعرف هو شو الصيام؟ هو الصيام هو الامتناع عن الاكل والشرب من ساعه معينه لساعه معينه، تقريبا بين 12 في بعض الاوقات ل 16 ساعه. طيب نحن في اشياء وعادات نحن عودنا جسمنا عليها خلال السنين الطويله، من بينهم شرب الكافيين كميات كبيره، شرب القهوه، التدخين، تناول السكريات، الحلويات اول ما بنفيق، هي كلها عادات خاطئه. نحن هي الآثار الجانبية والأعراض الانسحابية لهالأسباب ممكن تظهر خلال ساعات الصيام، خصوصا ساعات الصيام الأولى. ولكن نحن حكينا كثير من قبل أنه نحن لازم نهيئ جسمنا قبل شهر رمضان، يعني قبل بأسبوع 10 أيام، لحتى هي الأعراض الانسحابية ما تظهر علينا خلال شهر رمضان. نحن بنعمل تكريزة رمضان ونضل عم ناكل. هو هذا الغلط. كل الوقت لآخر ساعة. في مدة تحضيرية لازم نحضر جسمنا قبل شهر رمضان لحتى نحن ما يصير عنا أي أعراض انسحابية. مثلا القهوة بنأخر الفنجان الصباحي، كنا مثلا ساعتين ثلاثة، بنقلل كمية الكافيين المتناول، نشرب نعود شرب المي، نأخر الوجبة الصباحية كمان ساعتين ثلاثة، نحاول أن نعمل نوقف أكل بساعات معينة، يعني نحاول نبلش مثلا ناكل الساعة 12 نوقف الساعة 10، يعني ناكل 10 ساعات. المفروض يكون قبل بأسبوع 10 أيام مهيئين جسمنا بهي الطريقة. يلي بيصير أنه نحن كلياتنا جاي رمضان، يعني نحن بدنا نحرم ساعات طويلة وبعدها ناكل ما لذة وطب. يعني نحن عنا وجبة الإفطار هي مكافأة، على قد ما محرومين على قد ما بدنا ناكل. لا، صوموا وتصحوا. يعني الصيام هو ديتوكس، بيعمل ديتوكسينج للجسم، بينظف جسمنا من كل السموم المتراكمه خلال 11 شهر السابق، بنفس الوقت بينظف الجسم من كل شيء، مواد مصنعه، مواد مضافه نحن بنتناولها خلال نهارنا او ممكن نشربها خلال نهارنا. مثلا اللي عنده مشاكل بالسكر بيعمل له توازن بمستويات السكر، عنده مشاكل بالكوليسترول والشحوم الثلاثيه كمان بخفض لهم هاي المستويات، بصير جسمهم صحي أكثر. ممكن الأشخاص يلي بيعانوا من زيادة وزن، ممكن إنه شهر رمضان هو فرصة ذهبية لخسارة الدهون الصافية. فنحن بدنا نشوف إنه شهر رمضان أول شيء لما بنغير أفكارنا الداخلية، إنه نحن ننظر له طبعا بعيدا عن الشق الديني والروحي، نحن عم نحكي من مبدأ تغذوي صحي، بعيدا صحي عن هذا الشيء، نحن من منظور صحي مفروض ننظر لشهر رمضان هو فرصة ذهبية لننظف جسمنا من كل شيء سموم متراكمة خلال السنة. بس نحن بنفهم إنه خلال هالساعات الصيام
تعبنا حالنا، عطشنا كثير، بنبدا وجبه الافطار على كاسات العصاير، على المشاريب المليئه بالسكريات المضافه، بنبلش نهارنا بوجبه دسمه وكبيره، بننوع. اذا بترجعي العادات القديمه الصحيه كانوا يفطروا على كاسه مي وثلاث حبات تمر، ياخذوا استراحه للصلاه بعدين يكفوا افطار، وفعليا هو هذا الصح. ليش؟ لانه نحن مستويات السكر بتكون نازله لادنى مستوياتها، فنحن بحاجه ان نرفعها للمستويات الطبيعيه. فلهيك لازم اول شيء نشرب كاسه مي، ما لازم تكون كاسه المي بارده لحتى ما نصدم الجهاز الهضمي. لازم نشرب كاسه معتدله الحراره دافيه، مثل لما انت بتكوني مثلا طابخة شيء فيه دسم كتير أو فيه سمنة، ما بتروح الدهون بالمي الباردة إذا بدك تجلي الطنجرة. أما إذا حطيتي مي سخنة بتدوب، ونفس الشيء جسمنا بيكون واصل لأعلى درجات حرق الدهون، فلحتى نتخلص منها لازم نشرب كاسة مي دافية لتطلع برا الجسم. بعدين بناخذ من حبه لثلاث حبات تمر لحتى نرفع مستويات السكر للحدود الطبيعيه، وهيك بيرجع الجسم طبيعي، وهذا الشيء بيقينا انه ناكل كميات كبيره على وجبه الافطار، فبيوقينا من عسر الهضم والمشاكل الهضميه والنفخه والغازات. واذا بتلاحظي اغلب الناس اللي بتفطر وجبه كبيره بعد وجبه الافطار بترتخي، بتتكسلان، ما عاد لها حيل انها تعمل شيء، او بتاخذ غفوه، او ممكن تضل قاعده ما عم تعمل شيء غير انه عم تاكل لسه، لانه الاكل بجر اكل. فهذا الشيء يعني هي التراتبيه او هي الاليه بدخول الطعام لجسمنا بيلعب كثير دور بالحاله النفسيه والمزاجيه والصحيه. نبدا بكاسه مي معتدله الحراره، حبه لثلاث حبات تمر، رجعنا او جهزنا المعده، حضرناها انه هلا بده يفوت وجبه اكل. فبعدها بناخذ، نحن جسمنا بيكون نشفان من السوائل، فبناخذ طبق هو مليء بالسوائل مثل الشوربات. الشوربات لازم تكون عاليه بالمي وقليله بالصوديوم، يعني ما فيها ملح كثير، ما أنا شوربات محضره ظروف، نحن بنحضرها بالبيت، قليله الدسم، وما لازم تكون مليئه بالكريم فريش وال الطحين والحليب، لازم تكون كثير خفيفه لانه احنا بحاجه الالياف والمي اللي بقلبها، ما لنا بحاجتها كمواد مغذيه. بعدين بننتقل للسلطه، الياف عاليه كمان، هيك نحن بنملي معدتنا، ولما بنتبع هي الاليه فعليا نحن شبعنا، لانه فتره طويله 14 16 ساعه نحن مو اكلين، فمعدتنا فاضيه، بهي الاليه نحن شبعنا. هون نحن ما بصير عنا عسر هضم، بنضل بنشاطنا وبنضل عنا طاقه لنكفي النهار الثاني كمان بطريقه صح. وهون بناخذ استراحه ساعه ساعتين، هون ببلش جسمنا يرجع يطلب اكل، فهون بنلجا لناخذ الوجبه الاساسيه، صحن من اي شيء معمول بالبيت، ما عندنا مشكله شو ما كان مطبوخ، بس نحاول انه نحن نلعب على هي الاليه ونلعب على الكميه، ما يكون صحن كبير، يكون صحن معتدل متوسط او شبه صغير لشخص واحد يعني. تمام. ما بدنا ناكل عن العائله كلياتها، لانه مثل ما قلت لك هي فرصه برمضان، بيقولوا انه هدول الاكلات يلي ما بنعملها خلال السنه كلها بنعملها بشهر رمضان، مشاريب مثلا تمر هندي، امر الدين، جلاب، عرق سوس، هدول المشاريب كلها ما بنشربها خلال لما بتاكل يا طبعا هذا بيلعب دور طبعا. بالاوقات العاديه ممكن كل واحد يتغدى لحاله وبوقت معين، بس برمضان هو رمضان بيجمع صراحه العيله. بس نحن يعني هي العقليه لازم شوي نغيرها، العادات تبع الاكل اللي متعودينها من زمان لازم نغيرها لحتى يكون صيامنا صحي. الهدف من الصيام انه ننظف جسمنا من السموم، نحن عم ندخل سموم على جسمنا، فكيف بده ينظف؟ بدل ما يكون فوائد الصيام كثير كبيره علينا بصير له مضار علينا. في عالم بتطلع من رمضان سمنانه 5 ل 8 كيلو. الله يجيرنا. عرفتي؟ هلا بعد شوي جايتك خلينا نوضح انه الشيء اللي حكيتيه هلا يعتبر نظام صحي 100% لكل الاشخاص يلي بيصوموا لحتى يوقوا حالهم، وحتى بيناسب كل انواع المشاكل المرضيه، الاشخاص اللي بيعانوا من السكر، من تراكم الدهون، ارتفاع كوليسترول، مشاكل بالقولون العصبي، مشاكل هضميه، كل هدول الاشخاص اللي عندهم مشاكل
لازم يتبعوا هاي الآلية حتى يوقوا حالا من عسر الهضم. عسر الهضم شو ممكن يصير؟ نفخة، غازات، امساك، تطبل بالبطن، حتى اوقات كثير بترابط الصداع مع المشاكل الهضمية. طيب كل ما كان في امساك اكثر بصير صداع تماما أكثر. هدول الاشخاص اللي عندهم هي المشاكل اللي عم تحكي عنها، ممكن بعد الافطار ياكلوا الاكل هذا اللي حكيتيه بس يملوا منه؟ شو في شيء مواد غذائية وعناصر غذائية موجودة بالبيت يقدروا ينوعوا، يعني كل يوم مثلا شيء جديد وبنفس الوقت يكون صحي؟ هلا ما عندنا مشكلة بولا نوع من الأطعمة، كل الأنواع صحيحة، بس نحن مشكلتنا بالكمية وطريقة الأكل. يعني نحن مثلا فيك شو ما كان مطبوخ ما عندنا مشكلة، بس نحن السفرة الرمضانية دائما بتحتوي على أصناف كتير، لهيك نحن بنصير بدنا نخترع ونضيف أكل وما بنعرف شو نطبخ ثاني نهار. لازم السفرة الرمضانية هي تكتفي بس بنوع شوربة، نوع سلطة، وجبة أساسية. ما بصير يكون في عنا وجبتين ثلاثة أساسيات أو كبار أو طبختين ثلاثة كبار، لازم نتبع هاي الآلية. وبنفس الوقت لازم نخفف المواد أو الأطعمة الدهنية اللي مليئة بالدهون. إذا كانت مقلية نحاول إنه نشوية، مثل البرك، مثل السمبوسك. في كتير ناس هن رمضان معتمد عندهم شيء أساسي، عندهم البرك والسمبوسك، فكخطوة ما بيقدروا يستغنوا عنها. فيهم إنهم يعملوا هاي الميكانيزم إنه يبلشوا فيهم من مقلي. لا طبعا، الشيء الصحي إنه نبلش بكاسة مي مثل ما قلنا، بعدين تمر، بعدين بنبلش بالوجبات الثانية. هلا المقلي نحوله لشيء مشوي، الدهون اللي كتير عالية نخففها قدر الإمكان. نحاول إنه الخبز ما ناخده على وجبة الإفطار، لأنه لما بترتفع مستويات الأنسولين بشكل مباشر، يعني أكلنا نحن فطرنا فورا يا أما على كاسة عصير أو على وجبة كبيرة، فمستويات السكر حترتفع بشكل كتير كبير، بيرتفع معها مقاومة الأنسولين، فبصير نحن عرضة لحتى نطلب سكريات كتير عالية، وبنفس الوقت بنصير منجوع فورا، ما بنشبع. كل نوع أكل له فترة زمنية بيبقى فيها بالمعدة. أكثر نوع بيبقى بالمعدة وبيعطينا شعور بالشبع هو البروتين. يعني وجبة البروتين، إن كان بروتين نباتي، بقوليات وحمص وفول وعدس، أو بروتينات حيوانية من اللحمة والدجاج والتون والبيض وهالأشياء، هدول أكثر شيء بيبقوا بالمعدة من 4 إلى 6 ساعات لتنهضم، فبيعطينا شعور بالشبع لفترة أطول. أما السكريات مثلا، حتى لو كانت سكريات طبيعية مثلا مثل الفواكه، ما بتبقى بالمعدة أكثر من نص ساعة. فبنشوف لما نحن بناكل قطعة فواكه بعد نص ساعة جعنا. طب ليش جعنا؟ مثل إذا أكلنا حلو، كمان الحلو بيرفع السكر كتير، بيعطينا ارتفاع وهمي، الدماغ بيرسل إشارات خاطئة لحتى ينزل مستويات السكر، بيدور ما بيلاقي السكر، فبصير الجسم بيطلب سكر، فهون بيعطينا أمر خادع يعني للدماغ إنه نحن فوتنا سكر، وين السكر اللي انحرق راح؟ بصير بدنا سكر أكتر، فبصير بناكل أكتر. مثلا النشويات ما بتبقى بالمعدة أكتر من 2 إلى 3 ساعات، فحتى أنا ما بفضل إنه نحن نتناول على وجبة السحور نشويات، لحتى نحن تاني نهار يكون الصيام تبعنا سهل، ما بيعطش، وبنفس الوقت ما عندنا خمول وتعب. مثلا خطوة إنه نحن نستعيد عن العصائر المليئة بالسكريات كخطوة أولى، الأشخاص اللي هنا متعودين يشربوا كميات كتير كبيرة من العصائر السكرية، كخطوة أولى نستبدلها بالعصائر الطبيعية. الخطوة الثانية نستعيد عن العصائر الطبيعية بلبن أو حليب. الخطوة الثالثة نستعيد عن كل هدول بشرب الماء. مين عنده صبر بقى؟ صدقيني انت يعني شفهيا الواحد بيلاقيها كثير صعبه، بس تطبيقيا على ارض الواقع انا هذا هي الاليه بعتمدها بالعياده عندي. هي الإرادة يعني. تماما، كل الناس قالوا لي عن جد انه نحن عم نكون خفيفين، ما عم نتضايق، ما عم بصير عندنا مشاكل هضميه، وبنفس الوقت نحن مرتاحين كثير. يعني كنا مفكرين هي الاليه صعبه، بس على التطبيق لقيناها كثير سهله واخف على المعده. لنبعد عن المشاكل كمان الهضمية،
ويعني تلبكات المعويه، كمان لازم نبعد عن البروسيسد فود، لازم نبعد عن الاكلات المقليه والاكلات المصنعه، اللحومات البارده، كمان لازم نبعد عن كل شيء فيه دهون عاليه لحتى ما يصير عندنا مشاكل هضميه. هلا بننتقل لوجبه السحور، كمان لازم نبعد حتى ما يصير عندنا عطش ثاني نهار. في عالم تاكل وجبه الافطار نفسها على السحور. وجبه السحور صح، تمام. وهيك طيب دكتوره نحن ما تخلصينا كل المعلومات، لسه رمضان باوله، نعمل معلومات كثير بحر. قبل ما نختم، حموضه المعده كمان هي من المشاكل اللي بينصاب فيها الصائمين. صح. فجاه بفيقوا الصبح مع انه هن صايمين بيلاقوا حالهم عندهم حموضه، شو السبب؟ لانه اول شيء بتكون كميه الاكل كثير كبيره، الوجبه كثير كبيره على معدتهم، او اكلين اشياء فيها حمضيات كثير عاليه، او الاشخاص اللي هن اساسا عم بيعانوا من مشاكل هضميه، هن كل شيء رولز خرقوها خلال شهر رمضان. يعني اكلوا وجبه الافطار وبعد اكلوا الحلو وبعد شربوا العصير وبعد الفواكه، فالمعده ما ارتاحت فعليا، ما اخذت فاصل زمني لتهضم. فنحن لازم نقسم مثل نهارنا، نحن فطور غدا عشاء، لازم كمان فتره الافطار برمضان نفس الشيء، عندنا افطار اول، وجبه ثانيه مثل افطار ثاني، وجبه السحور مثل يعني نوعيه الاكل هي نوعية اللي بتسبب هذا الشيء. ونحن بنوصل وجبه الافطار مع السحور، يعني بناخذ 10 ساعات عم ناكل بشكل متواصل. لازم نعطي فرصه ساعتين لحتى المعده تهضم، ما نكثر عصاير، مثل ما قلنا نزيد شرب السوائل، الحركه بالحركه بركه مثل ما بيقولوا اهالينا. فنحن لازم نحرك خلال شهر رمضان، ما نتكسل ونقول نحن تعبانين عادي. لا، لازم نحرك حتى لو ما كان الهدف انه خساره الوزن او شيء، لازم نحرك لنحرك الجهاز الهضمي والمعده. فلازم 30 ل 60 دقيقه حتى لو كنا خلال بالبيت نحن قاعدين، لازم ما تمرق ساعه الا ونحن عم نمشي 10 دقائق لحتى نحرك الجهاز الهضمي ونحن ما يصير عنا خمول وكسل. دكتوره نور، فينا باخر دقيقه نعرف ليش العالم بتصح بدل ما حتى يضعفوا؟ اذا عم تقولي في بيصير حرق دهون كثير. والله يا حبيبتي يا عفاف، يلي بده ياكل الفطور وياخذ بعد الحلو، بده يشرب ياكل ما لذ وطاب كل يوم، كل يوم قطعه حلو، كل يوم سباق طبعا. ونحن قلنا انه لازم نقسم، لما بنقسم هي الوجبات ما بيصير نعتبرها مثل فطور غدا عشاء، ما بيصير في صحه. لما لما بننتبه على الكميات تكون اقل من الشكل اليومي، ما بتتراكم الدهون، ما بصير عندنا تراكم دهون. لازم نتحرك مثل ما قلنا، شرب المي كثير مهم خلال شهر رمضان. يعني نحن ما عم نشرب بشا ما نعطش ثاني نهار، لا، لحتى الجسم مثل ما بيقولوا ياخذ اللي خسره خلال، لازم كل ساعه نحن خلال نهارنا اليومي كل ساعه نشرب كاسه مي. اما برمضان لازم كل ساعه نشرب كاستين مي لنعوض الفقد اللي خسرناه، فقد السوائل اللي خسرناه خلال ساعات الصيام. أكيد. حتى نتفادى زياده الوزن لازم ناخذ كل يومين ثلاثة نوع حلو حتى ما ننحرم بشكل كامل من الحلو. بعدين في حلويات صارت بتنعمل بطريقة صحية، تمام. رح نحكي أكثر معنا أكيد مثل ما قلتي معلومات، وعنا شهر رمضان بكامله مع حضرتك. شكرا لك دكتورة ولك المعلومات قدمينها. بنعاد عليكم بالخير والصحة، وإن شاء الله هيك رمضان يكون صحي على صحتكم. آمين إن شاء الله، وعليك يا رب رمضان شكرا كريم. شكرا لك. ومحطتنا الصباحية مكفية وكمان محطتنا الطبية. صحيح يا سلمى، ولكن اليوم مشاهدينا أكيد كلنا بنعرف إنه مشاكل البصر تبدأ بمنتصف العمر وبتتقدم مع التقدم، يعني بتتفاقم. ولكن اليوم بفقرتنا الطبية رح نتعرف على مشكلة صحية بتبدأ حالاتها بمرحلة المراهقة وبتتفاقم وببطء وبتظل مستمرة حتى سن منتصف الثلاثينات، أو يمكن تظل مستمرة معنا. وهي المشكلة هي القرنية المخروطية، رح نتعرف عليها اليوم. أكيد يا عفاف، مثل ما بيقولوا يحدث حالة فيها ترقق لقرنية العين حتى تصبح بشكل مخروطي بدلا من القبة، ما يؤدي لتشوه بشكل القرنية. بالعموم لحتى نتعرف أكثر
أكثر على أسباب هاي الظاهرة، ليش بتصير بالعين، شو أسبابها وكيفية علاجها، وكثير من الأسئلة والاستفسارات يلي رح نعرفها اليوم عن صحة عيوننا، وكل هاي التفاصيل مع دكتورنا يلي صار بالاستوديو الدكتور أنس الجرد، وهو اختصاصي بأمراض العين وجراحتها. صباح الخير دكتور رمضان كريم. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، كل عام بخير. صباح الخير دكتور. صباح رمضان النور. كريم، حاولنا هيك بالمقدمة نعطي فكرة بسيطة عن القرنية المخروطية، ولكن أكيد بدنا نتعرف عليها من حضرتك أكثر من المنحة العلمي، وليش أكثر شيء بتظهر عند المراهقين؟ هلا هي القرنية المخروطية مثل ما حكيتي حضرتك مرض بيبدأ بيظهر عند الشباب أو حتى أحيانا قبل أزور عند سن 15 ممكن يبدأ يظهر. طبعا هذا مو شيء مطلق، أحيانا أبكر أحيانا أكثر، بس هذا غالبا هو مرض بيصيب القرنية اللي مثل ما كمان تفضلتي حضرتك أنه هي لازم يكون بشكل دائري أو قبة تتحول لشكل مخروط. هذا المخروط هو عبارة عن تفكك شوي بتركيب القرنية أو سهولة فيها، تليم فيها، بيؤديها بدل ما تكون بشكل قبة بتصير بشكل مخروط، بيؤدي إلى الانحرافات القرنية أنه تختلف تتوزع بشكل كبير، يعني بتزيد تحدباتها وبصير في عنا ترقق بالقرنية. طبعا هذا هو شيء طبيعي لأنه لما بيكون عنا قبة تتحول للمخروط في عنا نسيج كبير بده يتغير، هذا النسيج بده يكون حساب سماكة القرنية وحساب تحدباتها. المشكلة فيها أنه لما بصير هالتحدبات الكبيرة ما بيعود الإنسان يقدر يشوف بشكل صح، وأهم أعراضها أنه حتى بالنظارة بتلاقي المريض ما عم يتصلح، يعني المريض العادي اللي عنده نقص أو مد أو شيء بتعطيه نظارة بصير يشوف كويس، بينما القرنية المخروطية حتى بالنظارة بيكون في صعوبة كتير. هي أكثر شغلة بتأثر على المريض. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم عن الأسباب اللي بتأدي لظهور هاي المشكلة. كتير أشخاص بيقولوا إنه شو السبب الرئيسي، وخصوصا مثل ما حضرتك قلت إنه هي بتنشأ عند الشباب أو فترة المراهقة، فشو السبب الرئيسي؟ لا هلا سبب رئيسي ما في، هو بشكل عام ممكن يكون طبيعة جسم، وراثة، أو هي الوراثة طبيعة جسم. كتير أحيانا ممكن المرض الربد الربيعي له دور بهالموضوع، أنه بتزيد بتزيد لأنه بصير بيتعرض القرنية العين لاحتكاك مع الجفن، وبصير الإنسان يحك القرنية بشكل كبير، ممكن هذا يساعد. بس هو بشكل عام مرض بيعتمد على طبيعة الجسم، على الوراثة، الوراثة كتير لها دور بهالموضوع. غالبا نحن لما بنلاقي حدا عنده قرنية مخروطية بنفحص بالعائلة بيكون كمان في حدا موجود عنده إذا دورنا مظبوط. الشيء المهم إنه مرضى القرنية المخروطية ممكن ما يعرفوا، يعني هن بيكونوا ساتهم صغار وما بيعرف انه عنده، هو معتبر انه هذا النظر كويس، ممكن ما يعرف، لذلك احيانا بيجونا بمرحله متقدمه. هاي الاعراض هي ضعف النظر بتجي بشكل تدريجي، خاصه اذا كان العمر صغير بيلاحظ المريض انه هو يعني عنده شيء طبيعي. امتى صرنا نكتشف هالحالات بشكل كبير؟ لما صار عندنا شيء اسمه تصحيح النظر، هي اكثر من 20 سنه صارت الناس تجي تعمل تصحيح نظر. لما يعملوا تصحيح نظر بدهم يعملوا فحص خاصه في صوره خاصه هي طبوغرافيا للقرنيه، لما بنعملها صار نكشف انه في قرنيه مخروطيه. لذلك اول من زمان كان هذا المرض تحسي انه هو قليل، طبعا هو ما كان قليل، هو كان غير مكتشف. بينما هلا لما صار في تصحيح نظر تيجي العالم انا عندي درجات او ما عم شوف منيح بدي صحح النظر، بفحص بلاقي حالي عندي قرنيه مخروطيه وبتبلش يعني الاعراض. طبعا طيب دكتور معقول ما في اي مؤشر حتى ولو كان بسيط يدلني او يخبرني انه انا عندي قرنيه مخروطيه او في مشكله من هي الناحيه قبل ما اوصل لمرحله متقدمه من المشكلة؟ لا لا في مؤشر اكيد، انا ما قلت ما في مؤشر، انا قلت الناس ما كانت تنتبه له. شو المؤشرات طيب؟ المؤشر هو اهم شيء هبوط النظر، نظر ما بيعود الإنسان يشوف بشكل واضح. المؤشر الثاني هي إذا كان الواحد عم يفحص عادي، يعني أحيانا في ناس بتروح عند محل البصريات تفحص حتى بالنظارة ما بيتحسن، هذا مؤشر كتير مهم. هلأ إنه ضعف النظر بصير عند كتير عالم، ممكن يكون عنده نقص انحراف أما ما بيتصحح معه،
غالبا بتكون قرنيه مخروطيه. بقى السبب الاساسي الاعراض العرض الاساسي هو ضعف النظر. كثير من العالم تنتبه له وكثير من العالم ما بتنتبه له. العالم اللي بيحتاج نظر خاصة بمهنتها بهيك بتلاقي انتبهت واجت فحصت، في عالم ما بتنتبه. ما في اي الم اي الم انتحار. ما في، هي المشكلة، ما في الم، ما في وجع، ما في احمرار، ما في شيء، يعني العين انت طبيعية عندك. المهم كمان فيها انه هي يعني حالات او مراحل، فاذا اكتشفها بالمراحل الاولى علاجها كثير بيختلف عن المراحل المتقدمة. لذلك احنا كثير بنهتم وبنقول للمرضى انه على طول يفحصوا، اي اهل لازم يفحصوا الاولاد حتى لو ما كان عنده شيء، يعمل له فحص، هي صوره خاصه بعمر المراهقه ببين شو وضع الابن. هلا اذا لاحظنا انه في قرنيه مخروطيه بدايتها اكيد علاجها كثير اسهل وكثير اريح ما يكون بشكل متقطع. طيب دكتور، مثل ما حضرتك قلت عطيتنا شوية مؤشرات واضحة، أولا لازم يكون في حدا بالعائلة لحتى هو هذا مؤهب أكثر لحتى ينصاب، أو بيعاني من أحد الأمراض مثلا الرمد أو الحساسية اللي بيفركوا عيونهم كتير، هدول كمان بيأهبوا أنه تنصاب قرنية العين بالقرنية المخروطية. شو خليني أقول الطرق للوقاية، هل أنا بقدر أوقي أو لا؟ هو أمر محتم إذا أنا كان عندي حدا بالعائلة عنده هذا المرض أو أنا بعاني من أمراض مؤهبة، معناته حكما بده يصير عندي قرنية مخروطية. هلا وقاية ما في، ما في وقاية، ما في وقاية، بس مو ضروري انه اللي في حدا بالعيله لازم يكونوا الباقي عندهم. يعني الوراثه ممكن تلعب دور بس مو دائما، حتى الرمد الربيعي مو عند كل العالم. فهون ما فينا نعمل شيء. اللي احنا بيختلف القرنيه المخروطيه عن باقي الامراض انه انت تبدا بالعلاج بالفتره المناسبه، هي لازم نحكي عنها ضروري. قبل ما تتقدم. طيب شو هي طرق العلاج دكتور؟ ممكن هذا العلاج ممكن ما يفيد ونضطر لحتى نعمل عمل جراحي؟ هلا بالضبط من اول من زمان كان القرنيه المخروطيه علاجها فقط هو زرع القرنيه طبعا المتقدمه. هلا انا بحكي شوي عن كيف مراحلها. هي بتبدا من مراحل اذا كان اكتشفناها في بدايتها بتكون علاجها جدا سهل، ممكن عن طريق عدسات صلبه انه يشوف الانسان بشكل كثير واضح. هلا العدسات الصلبه هي خيار جدا مناسب اذا الانسان قدر يتحمله، بيلبسه وبيشوف كثير منيح. بس لما بيكون العمر صغير القرنيه المخروطيه بترتبط مع نمو الجسم، في عندنا احتمال انه تزيد. لذلك هلا في عندنا شيء اسمه تصليب. تصليب القرنيه يعني تثبيتها، ما هي القرنيه المخروطيه هي عباره عن تلين في القرنيه، نعمل لها تصليب يقوم بيتثبت الوضع. هذا كثير مهم اذا اكتشفنا المرض باوله، ما فينا نعمله هذا الخيار اذا كان المرض متقدم. اذا كان باوله بنكشفه بنثبته على الموضوع، وقتها ممكن نعطيه نظاره او نعطيه عدسات صلبه. هلا اذا كان الوضع متقدم اكثر شوي وصار انه النظر هبط وما عاد فينا نصلحه صح وما عم يقدر المريض يلبس نظارات، صار في خيارات منها زرع الحلقات، ممكن نعمل زرع حلقات، وهذا خيار جدا كويس اذا عرف الطبيب يشخصه صح، لانه بيعطي تجانس بتحدبات القرنيه لحتى يقدر المريض يشوف احسن. والخيار الثالث هو زرع القرنيه. نحن على طول ما بنحب نوصل لهذا الخيار، لهذا الخيار، ولكن فاذا اجى متطور الوضع امتى هذا الخيار؟ لما بيكون في تغيرات خلص على بنيه القرنيه بشكل واضح، يعني ما عاد فينا نعمل شيء، صار في ترقق عالي في سماكه معينه. يعني هلا نحن السماكه من صارت تحت ال 400 ميكرون صارت في شوي خطوره على القرنيه، لذلك لازم نغيرها. بس الشيء هلا الحديث والكويس انه حتى زرع القرنيه صار له عده خيارات. كنا نزرع القرنيه نشيل القرنيه بشكل كامل هي وخلاياها، هلا صرنا نخلي الخلايا. هذا الموضوع ليش مهم؟ لانه بحاله الرفض القرنيه اللي احنا بنخاف منها انه هي لما بتزرعيها هي عضو غريبه بصير رفض. فلما بتخلي الخلايا تبع القرنيه ممكن يكون احتمال الرفض كثير قليل. صار هذا اسمه زرع قرنيه صفيحي. حتى زرع القرنية إذا اكتشفنا الحالة مبكرة ممكن بيكون له نتائج، خيار يكون أحسن.
لذلك هلا مثل ما عم بقول الخيارات هلا بتكون هي بتبدا من النظاره للعدسات للتصليب لزرع الحلقات لزرع القرنيه. اكيد نتمنى نكون اعطينا كل المعلومات المهمه بهذا الموضوع، وان شاء الله يا رب الصحه والسلامه للجميع. وشكرا لك دكتور لوجودك معنا. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. شكرا لك دكتور وعلى النصائح المهمه يلي قدمت لنا اياها. كنت معنا دكتور انس الجردي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. ما هلا عفاف رح نروح لمحطتنا التاليه. كنا عم نحكي قبل شوي عن التغذيه وحكينا عن وجبات، ولكن في كثير ناس متى ما بلش رمضان بيمتنعوا عن وجبة السحور أو بيقولوا أنه أنا ما بحب أتسحر. هي الوجبة عدم وجودها إلا تأثير كبير على صحة الجسم، شو هو؟ خلونا نتعرف عليه بالتقرير التالي. لوجبة السحور أهمية كبيرة في شهر رمضان المبارك، فهي تشحنك بالطاقة اللازمة ليومك بعد تناولها بمكونات صحية. لكن في المقابل قد يفضل الكثير من الأشخاص الصوم دون الالتزام بوجبة السحور رغبة باكتساب ساعات من النوم. إهمال وجبة السحور غير مستحب خلال شهر رمضان، كما أنه قد يشكل خطراً على الصحة، لأن ذلك يتسبب في عدة مشاكل صحية أهمها الجفاف. فإن عدم تناول كمية كافية من السوائل أثناء ساعات الإفطار وعدم تناول وجبة السحور يضيع عليك آخر فرصة لتناول الأطعمة الغنية بالماء والتي تبقي الجسم رطباً أثناء النهار. نقص الطاقة. وجبة السحور تعطيك مخزون الطاقة للقيام بأعمالك في نهار الصيام، وعدم تناول وجبة السحور قد يعرضك للإجهاد في وقت مبكر من النهار، مما قد يعيقك عن أداء مهامك. سوء التغذية. تناول وجبة واحدة فقط في اليوم غير كاف لتغطية احتياجات جسمك من العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتناول السحور يعطيك فرصة أخرى للحصول على العناصر الهامة قبل صيام اليوم التالي. زيادة الوزن. فتناول الطعام يساعد على عملية الأيض والحرق في الجسم، وكلما قللت من عدد وجباتك في اليوم كلما قلت كفاءة التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي سوف يكون الجسم أكثر عرضة لتخزين الدهون ما يؤدي لزيادة الوزن. الإمساك. فقلة الأكل تؤدي إلى اضطراب في حركة الأمعاء مما قد يتسبب في هذه الحالة. مكملين بصباحنا معكم مشاهدينا. سلمى، وقت بدنا نوصف حدا قاسي بنقول عنه قاسي مثل الحجر. صحيح. ولكن اليوم ضيفنا قدر انه يجعل من الحجر البازلتي رغم قساوته لغه بتعبر عن الجمال والابداع ومعاني كثيره منها العظمه والقوه والرسوخ ايضا، واستطاع انه يخلق حاله من الصلابه مع لغه فنيه جماليه وخاصه جدا. أكيد عفاف عم نحكي عن السينوغرافي والنحات العالمي الفنان نزار بلال، اللي استطاع طبعا رغم كل الظروف أنه هو يحفر اسمه على الحجر أو على أي مادة، استطاع أنه هو ينحتها وأيضا يوجد لغة فنية خاصة ضمن الأعمال الدرامية اللي تميز فيها وبمشاركته فيها، مو بس بمجال النحت والمعارض، وأيضا تواجد على الساحة الفنية والدرامية بأعمال متميزة وقدر يخلق جو مميز بكثير من الأعمال، إن كان مربى العز وأيضا حاليا تاج يلي عم نتابعه وغيرها من الأعمال. رح نتعرف على تجربته الإبداعية ونشاركه نجاحاته لهي السنة، وبصيرنا نقول له صباح الخير. رمضان كريم أستاذ نزار. رمضان كريم، صباحك وصباح الخير. يسعد صباحك صباح أستاذ نزار. خلينا بالأول نتعرف من حضرتك، كيف قدرت تتعامل مع الحجر البازلتي وتصنع منه هاي الحالة الإبداعية والجمالية؟ خبرنا عن هاي التجربة. هلا الحجر يعني خام من الخامات اللي بيستعملها النحات، وبالتحديد انتم ذكرتوا البازلت، لان احنا البازل جزء من الحجار، يعني في الكراره، في الرخام، في الحجر العادي، اشتغلنا على الحجر المحلي التدموري كمان. الحجر له صياغه بالتعامل، بتعامل معه الحجر بيسمون طريقه التقشير او التعامل من الخارج الى الداخل، بعكس الصلصال اللي بنبني فيه بناء من الداخل حاله بنائيه، اما الحجر حاله تهديميه من الخارج الى الداخل. يعني الفكره او بالاخر نحن بنقول نحن شكله مضمون. صح. الفن في شكله مضمون، فبحث الشكل، الشكل لما بيبحث عن اجمل صيغ او حالات للمعنى او للمضمون. في محطات كشف، محطات الكشف هي بنسميها فن، هي لحظات الكشف هي،
فبهي اللحظات اللي بيكون عم نبحث عن الشكل الداخلي للمنحوتة عم نوصل لصياغة المعنى نحن بهذا الشكل، إن كان حجر إن كان خشب، في نفس الآلية ونفس الذهنية بالتعامل معها كخامة. أكيد. أستاذ نزار، حضرتك كنت ضيفنا بال 2018 تحديدا، كنا بدار الأوبرا وكنا عم نحكي عن أكبر عمل منحوتي كنت حضرتك بالوطن العربي كنت عملته، وحاليا نحن عم نشوف صور طبعا من بعض هاي الأعمال والمنحوتات، ولكن بما أنه نحن بالشهر الفضيل ما فينا ما نمر على تجربتك المميزة بالدراما، إن كان بصنع البيئة بالديكور، وأيضا بحاليا اللي عم نشوف تاج للفنان تيم حسن، وخليني أقول مجسم المرجع القديم، خلينا نحكي عن هاي التجربة. لا، بالمسلسل تاج أنا لي دور، أنا كاختصاص آسف رح أحكي شغلتين، أنا باختصاصي نحت دارس نحت سينوغراف سينوغرافيا، يعني بالدراما بنسميه أرت دايركتر. بمسلسل تاج ما اشتغلت اير دايركتر، انا كنت فقط نحات، فاستعان في ادهم مناوي اللي كان عم يشتغل ديكور لاشتغل عنده العمود المرجع، لانه حجم ضخم، عم نحكي ب 15 متر ارتفاع، وبدنا خامه للدراما، اكيد نخامه ما نخامه حقيقيه رح نشتغل، لانه مكلفه جدا جدا، ولكن طلعت طبقا للاصليه تماماً. يعني عطت نفس تماماً. الشكل تماماً. اساسي، ما بعرف اذا معنا صوره. اشتغلناها على نفس النسب والمقاييس، ورجعت على الصور الأساسية للفنان الإيطالي المكلف بتنفيذها أيام العثمانيين، ونحن مثل ما بنعرف المرجهي للتلغراف كانت مركز بس لما صارت طريق الحجاز، رجعنا لكل المراجع حتى بتفصيل الجامع مع التعديلات اللي صارت، هي فوق منحوتة أصغر جامع يمكن بالعالم، جامع يلدز بتركيا، انعمل بزمن شبه قياسي، يعني حوالي شهر، وكان معي مساعدين شيء 4 أو 5 أشخاص فقط، اشتغلنا بمادة ستريبور على ليارات تجمعت وشاسيه هيكل معدني، وتلبست طبقة من الفيبر جلاس، طبقة من الفيبر. التعطيق يختلف درجة إذا انتبهنا شوي، إذا بين بكرة بالمسلسل يختلف درجة، لأنه الزمن طبعاً إحنا 1940، فبين 40 وهلأ في صار زمن التعطيق زمن صحيح زمان الطبيعي، فرجعنا على الشكل المتوقع كان كيف لازم يكون بهذاك الوقت، درجة اللون حتى التفاصيل. يعني طبعا نحن عم نسمع وعم نشوف كتير أصداء عن الدقة بالديكور والنحت، وكيف العالم شافوا دمشق من منظور آخر، يعني غير حارات قديمة وهي القصص. وطبعا هي مو تجربتك الوحيدة أستاذ ديزار، هلأ أنت بتطور تجربة سينمائية مع الأستاذ المخرج باسل الخطيب، طبعا خلينا كمان نتعرف على هي التجربة. هلأ النحت شيء بنسميه الفنون الفردية، الرسم والتشكيل والنحت والحفر، هي فنون فردية. هلا الفنون الجماعية لها صيغ مختلفة. الفنون الجماعية بقى عم نحكي على السمع البصري الحركة، ما فنون زمانية مكانية. هلا هون شوي وجهة نظر، ما بعرف قديش هي صح، هي الفنون الجماعية ذاتية الفنان ما بتظهر بشكل واضح مثل الفن الفردي. صحيح. لكن في بصمة، لازم يكون في بصمة، يعني البصمة الأساسية حتكون للمخرج حكما، لأنه هو قائد العمل طبعاً. لكن في بصمة للفنان البصري أو الأرت دايركتر أو ما حسب المسميات. السينما أنا بشوفها أجمل بكثير من الدراما، ماني ميال للعمل الدرامي، أنا اشتغلت السنة الماضية مع الأستاذ رشا، اشتغلنا مربى العز، بس ماني ميال كثير لصياغته، لأنه عادة بيكون عم يصير شوي سرعة وشغل لشهر رمضان بالعموم، يعني السينما عم تكون أجمل، السينما عم تاخذ وقتها، يعني عم زمان السينما عم تشتغل بلوحة كأنك عم تشتغل بلوحة فنية، وهون قادرة تحطي من جواتك أكثر ما تحطي بالعمل الدرامي المسلسل. وعندنا المسلسلات ما عم تاخذ وقتها الكامل، تكون سريعة سريعة، بتفوت بكاميرتين، عم نلحق أكثر. أما بالسينما ف يعني ما جربتها أول مرة مع الأستاذ أيمن زيدان، عملنا فيلم أمينة، في خلق لوكيشن تشتغليه على مهلك، بتحطي مود بورد تشتغلي عليه بهدوء، علاقات اللونية، البيئة، ندرس البيئة صح، فعم يكون يعني عم يكون شغل شوي فيه مزاج أكثر. صحيح، يعني السينوغرافيا مثل ما حكيت أستاذ نزار هي بتخلق بيئة فنية متكاملة كاملة. يعني نحن ما فينا نقول أنه إلا هي جزء من عناصر الفيلم، يعني لما عم نحكي عن فيلم البيئة الفنية هي جزء، أحياناً كتير بيلجأ المخرج لحتى يعطينا إشارات من خلال السينوغرافيا وعملها
الفنان نجدة أنزور بفانيا وتتبدد، بدأ العمل كله باللوحة الفنية بين اختلاط الألوان مع بعض. قد ايه مهم هذا الشيء، واليوم كمان عم بتركزوا عليه اللي هو أصبح لغة، يعني اليوم لغة العصر أصبحت هي الصورة، مو بس الصورة، الصورة الرمزية. ما في داعي أنا كما بيقولوا أعطيه بالمعلقة للمشاهد أو للمتفرج شو بده يشوف. هلا هون في تكريس ثقافه الصوره، لما تتكرس ثقافه الصوره الدلاله بتصير لها معنى واضح اكثر. خلينا نذكر شغله صغيره بشان توضيح الفكره اللي حضرتك حكيتي فيها. بالشرق، فنون الشرق الادنى كان عندهم مسرح حركي بالتاسيس بعكس مسارحنا. مسرح الحركه فيه اشارات ورموز، لما يصير الاداء الحركي كان فنون الكابوكي وكتاكالي والنهوة كانوا يعني بالإشارات، أنا أسف، يعملوا بعض، يعملوا حركة هي دلالتها كذا، فصار في تراكم ثقافي للمفهوم الدلالي والإشارة. صحيح. هلأ نحن لما بتصير تكريس لهذا الشيء يعني شوية شوي مصير نعرف أنه مفهوم إلى حد ما، أنه أنا ما نمع القواميس، بس فينا نقول أنه فينا نشوف لون أحمر، تاتش لون أحمر بهي المساحة بالكادر، بفهم شو الدلالة الإشارة تبعها على سبيل المثال. فهي هي كمان ثقافة اجتماعية شوي شوي عم تتكرس عنا. فأهم دور هذا السونوغراف أو الأرت دايركتر، السونوغراف نقوله بالمسرح أكتر يعني، فدوره خلق هذه البيئة الكاملة، بيئة الشخصية، فضاء الشخصية، فضاء العمل كاملا، فضاء العمل وفضاء الشخصيات، خلق هذا الفضاء بمزاجه اللوني الحسي، بمزاج دلالة الشخصية لوين بدنا نروح فيها. خلينا نقول مثلا أنه أنا عم أحكي على واحد سيء الطباع، غاضب، قديش بدي بترتيب بمزاج المكان في نوصل هاي الحالة بلا ما نقول دغري مباشرة بالشخصية انه انتبهوا هذا الشخص كذا كذا، ونقوله بهذا المزاج ببيئة الشخصية. ايضا كمان خلينا نتذكر انه حضرتك استاذ بالسينوغرافيا المسرحية، هذا الفن اللي بيخلق تناغم فني بين عناصر يعني متنوعة حسية حركية واوقات جسدية على خشبة المسرح. خلينا نحكي عن تجربتك بالسينوغرافيا المسرحية وشو اللي اضافته هاي التجربة على مسارك الفني. لأن السينوغرافيا ومسرح، فبنا نرجع للتأسيس المفهوم، مفهوم السينوغرافيا سابقا كان اسمه ديكور بالموروث تبعنا، ما بنشوف غير ديكور حتى الموروث العالمي. مفهوم السينوغرافيا طلع بالعالم بخمسينيات القرن الماضي بفرنسا، طلع مفهوم السينوغرافيا، صار دور السينوغراف أوسع بكثير مما كان هو سابقا. السينوغراف صار هو المخرج البصري، اخذ شوي جزء من دور المخرج انا ما بينه يعني عندهم هلا بفرنسا بنشوف في عروض عم تنعرض، ما عاد في مخرج، في سونوغراف، في دراماتورج، دول الاثنين هم حوامل العرض المسرحي. فالسونوغراف هلا حاليا اذا بنشوف ما هي السونوغرافيا، هي فقط عناصر العرض المسرحي، هي ديكور وازياء ومكياج والوان ومؤثرات صوتيه، لا هي كمان ميزان. طيب الفكره لمين بترجح اكثر استاذ نزار، للمخرج ولا للسينوغرافي؟ للمخرج، ما زلنا نحن بزمن المخرج، شئنا ما بينا ما زلنا بزمن المخرج. مثل ما قبل زمن المخرج كان زمن مدير الفرقه، سابقا بالمسرح كان في شيء اسمه مدير فرقه، ما كان في مخرج، هو يجمع الممثلين والنص حتى يتدخل بالنص و بعدين ظهر المخرج المميز اللي عنده رؤيه فنيه. الان يظهر السينوغراف بشكل او باخر، هو انواع حسب النوع، في انواع لا تحتمل السونوغراف، دور السونوغراف الواسع، في نوع من عم نقول كلاسيك، عم نقول مودرن، عم نقول مسرح عبث، حسب النوع، حسب حالي بنوظف التي تحتاج بنوظف عملها. يعني اليوم نحن كثير سعيدين بوجودك معنا. قبل ما نختم بدنا نعرف شو الجديد يلي عم بتحضر له استاذ نزار. والله عم برجع للنحت حاليا، في ملتقى قريبا رح يكون غالبا كل سنه، عم تقريبا كل سنه عم شارك بملتقى، ملتقى نحات، وعم حضر بالمرسم تبعي اعمال نحات. نحن بانتظار الاعمال أكيد الحلوه ان شاء الله. وما زلت بالمعهد عم ندرس بالمعهد، نتابع المسرح والنحت، لانه هن الفنون الكبرى بالاخر، ابو الفنون المسرح والنحت هو من الفن الثالث بالعالم يعني.
أكيد. بالختام بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح أستاذ نزار، وشكرا لك. شكرا رمضان جزيلا كريم. رمضان كريم. شكرا، نورت صباحنا. شكرا لوجودك معنا. أما هلأ سلمى رح ننتقل لفقرة كتير حلوة، ورح نتعرف على فانوس رمضان، ليش لساته مستمر لهلأ، وشو السر عند فانوس رمضان، وش ليش زينة رمضان لحد هلأ بتخلق جواتنا شعور طاقة حلوة ومختلفة خلال طيلة أيام شهر رمضان المبارك. رح نتابع كتير من التفاصيل ضمن هالتقرير التالي. معلومات بتخلينا نوقف ونعيد التفكير بأكثر الأشياء يلي منستخدمها حالياً، وهو فانوس رمضان، واللي بيعود أول ظهور إله بحسب روايات تاريخية للخليفة الفاطمي، اللي كان دايماً يخرج للشارع بليلة رؤية هلال رمضان لاستطلاع الهلال، وكان الأطفال يخرجوا معه وبيحمل كل منهم فانوس ليضيئوا له الطريق، معبرين عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان. ورواية أخرى بتقول أنه ما كان مسموح للنساء بالخروج سوى بشهر رمضان، فكانوا يخرجوا وبيتقدم كل امرأة غلام بيحمل فانوس لينبه الرجال بوجود سيدة بالطريق. بتختلف الروايات، لكن الجدير بالذكر أنه أول من عرف باستخدام الفانوس برمضان هنن المصريين منذ قدوم الخليفة الفاطمي للقاهرة قادم من الغرب، وكان هالشي باليوم الخامس من شهر رمضان لعام 358 هجري. خرج المصريين بمواكب من رجال وأطفال ونساء حاملين الفوانيس الملونة لاستقباله، وبهيك تأصلت عادة الفانوس وأصبحت رمز رمضاني. بعدين انتقلت هالعادة من مصر لمعظم الدول العربية، وصار فانوس رمضان جزء أصيل من تقاليد هالشهر الكريم. مستمرين بمحطاتنا، وراح نروح لآخر محطة وأيضا هي بالحالة الفنية الجميلة. ضيفتنا لليوم قدرت أنه تخلي مو بس اللون يحكي، كمان الخشب والحجر يحكي ويعطي أشكال جميلة ومتميزة. تماما سلمى، واليوم ضيفتنا يارا القراء قدرت من خلال هي الزينة أنه تضيف رونق خاص وإبداع بكل بيت وبكل مكان، وخصوصا بشهر رمضان المبارك. يعني هلأ رح نستعرض هي الزينة كلها والأعمال الإبداعية يلي منشغل ضيفتنا لليوم يارا القراء. يسعد صباحك يارا. صباح رمضان كريم. صباح الخير. صباح الخير. ينعاد عليك رمضان كريم. رح نبلش دغلي معنا أشكال كتير وأحجام وألوان وشغل جميلة جدا. خلينا نبلش بالشيء اللي استخدمتيه مع الحجر، نحكي عنه شوي وعن هاي التفاصيل. أنا لوحاتي خشب مع حجر، حجر البحر طبيعي، بجيب الحجر من البحر بلونه وبطبقه على لوحة الخشب اللي أنا بكون راسمتها قبل. كمان عم نشوف يارا، خلينا نستعرض بعد إذن الكاميرا إنه تجربتك هون، يعني من وين أنت عم تستوحي هي القصص؟ عم نشوف كتير شغلات غريبة، حاطة حجر البحر مع ألوان مائية، في كتير قصص يعني حلوة هون. منين عم تستوحي هاي الأفكار؟ شو بيخطر لك؟ الحقيقة أنا أفكاري بستوحيها من المناسبات اللي بتمر علينا كل سنة، الأعياد، من ديكور البيت، من ذوقي الخاص طبقه على كل لوحة. تمام. مثلاً هاي اللوحة اللي هلأ رفعتيها هي لوحة بتخص عيد الأم، بتمثل الأم وأولادها، مكتوب I love you mom، يعني بحبك ماما. في عنا لوحات لرمضان هلأ بما أنه شهر الفضيل بلش، سويت لوحات لرمضان احتفالية بعيد رمضان فينا نزين فيها كل بيت. يعني مثل ما شايفة هي من الخشب، ويمكن هي بقايا هي سي دي، مثل سيديات. صحيح. سي دي هي فيها حدا يعملها بقلب البيت، يعني هي مانا صعبة. مزبوط. ممكن تنشغل بقلب البيت. مزبوط. وبتصير زينة مميزة. صح. حتى تكلفتها أقل، يعني هلا عم نشوف يمكن الزينة كمان صارت عبء إضافي على البيت. قديك كشغل يدوي هي؟ صح بتاخد وقت طويل، لكن قديه موفرة عن الشيء اللي برا؟ هي موفرة بس بنفس الوقت يعني بدها شغل، بدها يعني متعبة، فيها قص بشكل معين وتلزيق وهيك. كمان يارا عم نشوف انه اليوم كتير هي الزينة مطلوبة بشهر رمضان المبارك، فقديه اليوم عدد المهتمين؟ يمكن ما في عدد، بس قديه لسه هذا الطقس محافظ على رساخته ووجوده ببيت كل حدا سوري اليوم؟
مظبوط. هلا شهر رمضان بيتميز بزينته بفرحه بالزينه الفرايحيه الموجوده بكل بيت. بتلاقي كل سيده بتجي بتزين بيتها من بدايه الشهر وحتى العيد باحلى الزينات بالفوانيس بالهلال بالقصص الرمزيه لشهر رمضان مثلا. ايه فهذا الشيء توارثناه من الاجداد لهلا وبقيان هذا التراث تبع زينه رمضان والتزيين بالاضاءه خارج البيت جوا البيت. صحيح، هذا الرمز الأهم. هلا قبل شوي كنا عم نشوف تقرير عن فانوس رمضان، قد ايه يمكن الفانوس ارتبط وانت هون دخلتي بصمتك الخاصة، يعني مزبوط. شايفين الحجر اللي هو شيء بيميزك عن الكل، كمان هذا حجر بحري. صح، حجر بحري، أنا بدخل حجر البحر بكل أعمالي. يعني هي البصمة الخاصة لحضرتك. بصمتي المميزة بالأعمال، ايه بدخلها بكل القطع اللي أنا بساويها تقريبا. هون عندنا لوحة مكتوب عليها First my mother, forever my friend. شو خطر لك بهي اللوحة انه تحكيها؟ يعني هي خاصة بعيد الأم هلأ طبعاً، ولا هلأ انت بيضلوا موجودين عندك؟ لأنه بلش قريب عيد الأم، صار قريب عيد الأم، فعملت كذا لوحة بتخص عيد الأم. وهون أنا ما لونت الحجر، حطيت الحجر تماماً بلونه الطبيعي. تماماً، عم يحكي لحاله، عم يحكي لحاله. صح، انه الأم هي بتكون أمك بالبداية بس هي صديقتك الأبدية لآخر عمرك. تماماً، صحيح. العبارة كتير حلوة وبتعبر عن عاطفتك تجاه أمك القوية. أكيد كمان هالهلال الشهر الفضيل كمان بشكل مميز، والبصمة الخاصة اللي عم نشوفها بأغلب الأعمال هون، كمان مو بس الحجر كمان الصدف. مزبوط. ودخلتي الكتابة. صح. هلأ أنا مثل ما شايفة في أعمال مستخدمة فيها بس تلوين للحجر، في أعمال مستخدمتيها لحتى تكتبي عليها عبارات، يعني تخططي عليها. لونت وكتبت عبارات كمان. الحجر هون أنا ملونته وكاتبة عبارة فوقه. يعني خليني اقول هي شيء كثير اليوم مهم بظل هذا الوقت اللي صار فيه كثير عنا بيشتغلوا شغل يدوي. صح. برزتي بخطك الخاص، قد ايه صعب اليوم يمكن يكون لكل حدا، وخصوصا صارت هلا موجوده كثير اليوم، كيف بتروجي كيف بتحافظي على بصمتك الخاصه برغم وجود كثير منافسين حاليا؟ هلا انا اعمالي بتتميز ببصمه خاصه مثل ما شفتي، هي الحجر وتلوين الحجر. يعني انا ما حبيت اشتغل الرسم بالالوان التقليديه، يعني يكون لوحه مرسومه بالوان تقليديه بتحسيها هذا الشيء موجود منه كثير. قد ما تكون اللوحه مميزه وتاخذ وقت ومن فنانين مع احترامي للكل، بتكون فيها شيء من الجمود او التكرار، بس لما بتدخلي الحجر يعني بترسمي بواسطه الحجر هذا الشيء مميز، يعني ما بتلاقي منه ابدا لا بالسوق ولا بغير محل. صحيح. فهذا يعني الشيء اللي بيميز اعمالي. كمان شايفين انه عندك صبر وطولة بال، ويمكن صح. هذا الشيء الاساسي للاستمرارية باي مشروع اليوم، ولكن مزبوط. اي مشروع اليوم ما بيخلى من المشاكل والمصاعب، شو هي المصاعب اللي بتواجهك خلال تنفيذك لهذا المشروع؟ الحقيقة المصاعب يعني ما في كتير مصاعب كبيرة، بس في بعض المصاعب مثل ضيق الوقت، يعني مثل ما شفتي أنا أعمالي بتتطلب كتير صبر وجلد، يعني تمام. تلوين الحجر، تأسيس اللوحة، رسم اللوحة قبل ما تطبق الحجر، بعدين في تطبيق حجر وصدف، هذا الشيء بده كتير صبر وكتير وقت، يعني بتاخذ هيك لوحة مثلا بتاخذ أسبوع وأكثر لتخلص. خلينا نعرضها للوحة، هي قد ايه ضلت معك؟ هي بتاخذ أسبوع لتخلص تقريبا أسبوع. يعني ايه، ولسه إذا لوحة أكبر بتاخذ وقت أكثر، فهي بتاخذ أسبوع. الناس ما يعني ما بتقدر إنه هيك لوحة ممكن، أيوه ممكن إنه تاخذ هذا الوقت كله، فشغلي بده صبر وبده جلد، بده طولة بال، بده وقت كتير فراغ. أكيد. طيب المادة الخام كمان نحن عم نحكي عن الحجر والصدف، كمان هاد بده صعوبة لأنه اليوم هي ما أنا مادة موجودة أنا مزبوط. أقدر أنزل جيبها من السوق. صح. إلى أسواق جملة معروفة أو لا، يعني هاد الشيء بيعني أنه أنت عندك زيارات متعددة للساحل، تختاري نوعية حجر معين. يعني أنا شايفة الحجر الصغير، يمكن هاي اللوحة ما قدرنا نعرضها بشكل واضح، خليني أخذها اللي هي نوعية الحجر. طبعاً إيه. هلا اذا لاحظتي كل لوحه في لها اشكال محدده من الحجار حسب انا شو بدي. انا كوني بنت الساحل بروح كثير على البحر، فبروح كل فتره انا بنقي الحجار بايدي. طبعا بيساعدوني اهلي بالساحل، بوجه لهم تحيه لانه هن كان لهم فضل كبير الي بجمعولي لهون، بجمعولي بيساعدوني بنقوا لي صدف، بوجه لهم تحيه. فانا بنقي الحجر وبجيبه لهون وبطبق.
كمان عم نشوف يعني انت مهتمه كمان شويه بقصص العين الزرقاء يلي بترد الحسد، صح مثل ما بيقولوا اليوم يارا. يعني انت مثال لكل صبيه ممكن حابه تفتح مشروع لحالها او تشتغل شيء بالبيت او تنتج لحالها، يعني انت اليوم مردود مادي فيه من وراء هاي القصه، واكيد يعني هذا في افاده لك إليك ولا زباينك كمان، يعني هنا بنفس الوقت صح عم يدفعوا بس عم ياخذوا شيء مميز وباقي لكل عمر، يعني هون ما في اي شيء ممكن ينتزع او يخرب. صح. طب نصيحتك اليوم لكل صبيه حابه تبلش بمشروع او شو بتنصحيها لحتى انه تتخطى او على القليل نبلش؟ يعني نحن بنضل الصبايا بضلوا يقولوا بدي الوقت المناسب، بدي كذا بدي كذا، في كثير صعوبات بيخلقوها. أنا بنصح كل صبية إذا عندها حلم أو طموح أو أي فكرة براسها إنه ما توقف، تتعب على حالها كتير، تجتهد بشغلها، تبتعد عن كل الآراء السلبية، تثقف نفسها دائما، لأنه الثقافة كتير مهمة بأي شغل من الأشغال، يعني اللي كان بأفكارك أو بإصرارك بتعبك الثقافة مهمة، وتآمن بنفسها. أكيد أكيد صحيح، هو شخص بس يأمن بنفسه بيقدر يعمل أي شيء. قبل ما نختم بدي منك اليوم، نحن عم نشوف يمكن كتير ناس مثل ما قلت بالبداية بتفكر أنا شو ممكن ساوي بقلب بيتي، هلأ أنا شايفة في شغلات بسيطة أنت قدرتي تعملي منها لوحة وشيء كتير مميز، قدي ممكن السيدة اليوم ببساطة تعمل شيء ببيتها مختلف حتى لو الإمكانيات المادية بسيطة، خصوصا نحن بشهر رمضان. صح. هلأ تنظيم الوقت كتير مهم، نحن ما فينا ننكر أنه الزواج والأولاد ورعاية الأولاد هو شيء كتير صعب وشيء يعني مهم ما نسهل، بس أي امرأة عندها هدف أو طموح أو مهارات فنية لازم تستغلها، لازم تنظم وقتها، لازم تعطي وقت لحالها، يعني لازم دايما يكون في هاي الحيز الوقت يلي هو إلي أنا مو لأي شخص تاني. لما بتبلش من هذا المنطلق بتنجح وبتصير تكبر شوي شوي. يارا يعني اليوم عطيتي هيك جرعة تفاؤل وأمل لكل سيدة أو لكل صبية إنها تبلش وما تخاف وتخاطر. أكيد. حتى ممكن إنه حتى لو فشلت ولكن أكيد يضل عندها يقين وإيمان إنه أنا رح أنجح بشي. ما بدنا نتشكر حضورك معنا لليوم ورمضان كريم عليك يارا. شكرا لكم، وبحب أشكر أنا أهلي بالساحل، بحب أشكر أهل بيتي، بحب أشكر أصدقائي جوا البلد وبرا البلد يلي عم بيدعموني وكان لهم فضل كبير بوصولي لهون. شكرا لكم ورمضان كريم. ونحن بنشكرهم اكيد لانه الدعم هن شيء كثير مهم بحياه اي فنان أكيد. او اي مشروع صغير. شكرا لوجودك معنا ورمضان كريم، منعاد عليك وعلى عائلتك بالخير. وعليكم يا رب وعلى سوريا كلها. اهلا وسهلا سلمى، شكرا لك وينعاد عليك ورمضان كريم يا رب. اكيد بالختام بدي اتمنى لك بقيه نهار حلو وصيام مقبول. شكرا لك عفاف، وصلنا لختام صباحنا لليوم، ولكن مثل العاده لا تنسوا نحن موجودين معكم كل يوم الساعه 9:30 للساعه 11:15 على هوا شاشه الاخباريه السوريه. فقراتنا بتنزل طبعا، نشكر الفريق الالكتروني الموقع يلي عم يهتم وينزل كل الفقرات على صفحه الاخباريه السوريه. اي شيء بتحبوا يكون ضمن صباحاتنا او حتى استفسارات للاختصاصات الطبيه يلي رح تكون معنا طيله الشهر الفضيل، يا ريت تتابعونا وتراسلونا على صباحنا خير. ضلوا بألف خير، وللعائلة أكيد بكرة أول جمعة برمضان إن شاء الله لمة الخير للجميع. شكرا لكم مشاهدينا، وأكيد شكرا للكادر الفني باستديو صباحنا غير، أعداد وإخراج ومصورين وكاميرين. عاد عليكم بكل الخير ورمضان كريم. وأكيد بالختام ما بدي أنسى أتشكر ملابس زهرة قفطان ومجموعة رحال التجارية على العبايات الحلوين يلي هم مسؤولين عن إطلالتنا طيلة شهر رمضان المبارك. كونوا بخير من هون لبكرة ولبعد بكرة وكل يوم. باي باي.